بسم الله الرحمن الرحيم. معلش حضرتك الخمس دقايق دول هنتكلم مثلا كده متلازمة داون. بداية تعرف على متلازمة داون كان سنة 1866، كان في عالم انجليزي تمام عالم بريطاني اسمه لانجدون داون. هو أول واحد بدأ بوصف البيشنتس اللي هم داون سندروم. لقى ان في مجموعه من المرضى بيبقى لهم سمات ظاهريه متشابهه، فبدا معهم في جروب واحد وسماه داون سندروم نسبه للاسم. فدي كانت بدايه اكتشاف مرض داون او متلازمه داون سندروم. متلازمه داون بيعتبر اضطراب خلقي ينتج عن وجود كروموزوم زائد. انا طبعا بالعربي شويه عشان في اسر من المرضى معانا. هو طبعا زي ما احنا عارفين ان عدد الخلايا يعني عدد الكروموزومات او المواد الصدريه اللي موجوده في الخلايا الجسديه في جسم الانسان بتبقى 46 كروموزوم. المشكله في مرضى الداون سندروم ان بيبقى كروموزوم رقم 21 بدل ما بيبقى موجود منه نسختين بيبقى موجود منه ثلاث نسخ. فوجود المادة الصبغية الزايدة ديت هي اللي بتتسبب في الحاجات اللي بتحصل في الدم. والسبب الرئيسي يبقى في ثلاث كروموزومات في المجموعة رقم 21 في الخلية، والطبيعي طبعا يبقى في اثنين كروموزوم بس. ما تعتبرش يعني متلازمة داون مش معنى ان ام جابت متلازمة داون انها كانت مصابة بمرض معين او بتاخد ادوية معينة اثناء الحمل، لكن هو بيحصل خلل اثناء انقسام الخلايا تمام، فبيؤدي الى ان الخلايا بتاعت الجنين بيبتدي يبقى فيها 47 كروموزوم، وده النوع السائد اللي هو بيمثل 98% من حالات او 97-98% من حالات الداون سندروم. بيبقى في ماده صبغيه زايده في الكروموزوم رقم 21. متلازمه الداون ملهاش سبريد معين، يعني مثلا في بعض الامراض زي مرض الثلاسيميا مثلا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط بنلاقي انها نسبه انتشارها بكثره موجوده في المناطق اللي هي حوالين البحر الابيض المتوسط. بعض الامراض الوراثيه بيبقى ليها نسبه انتشار في اماكن معينه، لكن الداون سندروم ملوش نسبه انتشار في اماكن مميزه عن اماكن ثانيه، يعني مفيش جنسيات مميزه عن جنسيات في نسبه انتشار المرض. أول مرة كنت أتكلم معاك في السنة.